احنا معانا مكالمه جايه لحضرتك، ممكن ترد على المكالمه دي بعد اذنك؟ الو يا ميزو. انا مش سامع الصوت بعد اذنك يا اولاد. يا ميزو سامعني؟ كابتن شريف طبعا. كابتن شريف مصطفى رئيس اتحاد الكونغ فو، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نرحب بيك. اهلا بك يا يعني ده شرف لينا والله مكالمه حضرتك ومداخلتك. لا يا فندم ده شرف لينا وجودنا على القناه معاك، وده شرف لينا اكتر. ويعني النماذج اللي احنا شايفينها دي كابتن معتز بجد وجهه مشرفه بجد للمصريين ولهذه اللعبه بجد، وادينا كده يعني نبذه عنه كده بعد اذنك يا كابتن. هو معتز بالنسبه لنا يعني هو صوره ما شاء الله. ولما في بداياته وبعد الصف وبعد ما بقى بطل عالم في بعد ما دخل في لجنه اللاعبين الاسبانيين اللاعبين السعوديه يعني حاجات كتير يعني معتز بالنسبه لنا حاجات كتير. طب قول لنا كده كابتن، يعني بما ان حضرتك رئيس الاتحاد قول لنا انتوا بتعدوا اللاعبين ازاي للبطولات؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تبقى استعدادات بتبقى انا عارفه انها قويه وبتبقى دايما مرهقه جدا؟ عشان احنا يمكن بعيد فعايزين نعرف من حضرتك برضو. لا والله طبعا احنا عندنا اعداد اللعيبه للبطولات بيبتدي من اول ما بنعمل يعني بعد لعيب كل موسم بنعمل تجارب المنتخب. ايوه. بنختار فيها عناصر طبعا اضافيه بتوصل العناصر تبقى موجوده اساسيه معانا او مستنبطين دوليا. ايوه. منتخب على طول يعني دماء جديده دايما. ما شاء الله. وبعدين بنبتدي لهم يعني بتيجي بقى معاهم الاول معسكرات مفتوحه تمام وبعدين بقى بنبتدي نخش لهم في المعسكرات المغلقه وساعات يعني بتخش بقى المعسكرات دي تبقى في جزء منها داخل مصر وجزء خارج مصر. خارج مصر بتستعدوا لايه؟ الميزانيه المتاحه. فهمت حضرتك. طب بالنسبه للفتره اللي جايه يعني بتستعدوا لايه بقى يا كابتن؟ والله احنا الفتره اللي جايه عندنا ثلاث بطولات، عندنا بطوله افريقيا هي دي مصر وعندنا البطوله العربيه للمنتخبات للشباب وفيها تبقى في مدينه بورسعيد طبعا لاول مره تبقى 16 تحيه ليهم طبعا باذن الله. ايوه على خير ان شاء الله. لازم نشكر اللي هو عادل القطان محافظ بورسعيد على الاهتمام اللي هو عامله. تحيه لبورسعيد ولكل اهل بورسعيد يا كابتن. وبرده لازم نشكر الدكتور اشرف صبحي اللي هو يعني راعي الشباب والرياضه. طيب حضرتك توجه جمله، لو حبيت توجه جمله لكابتن معتز او رساله ليه تقول له ايه؟ لا والله في معتز بالنسبه لنا حاجه يعني حاجه كبيره في الحياه وقدوه، انا بس انا عايزه يستمر هو يكون قدوه للجيل اللي طالع دايما. ايوه. ماشي على خطى ثابته جدا. ايوه. واحنا برضو بنحاول ندفع معاه يعني الموضوع. معتز للناس المصنفين كمحاضر دولي يمكن على مستوى افريقيا الوحيد هو اللي مصنف محاضر دولي ويمكن كان عمل محاضرات اونلاين للعالم كله يعني ما شاء الله مع الاتحاد الدولي ما شاء الله. وانا بس انا عايز استمر قدوه للشباب اللي طالع وباذن الله هو دايما يعني عند حسن ظننا. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم ميرسي. انا اللي عايز اقول بقى كلمه لكابتن شريف. كابتن شريف مصطفى شكرا رئيس اتحاد الكونغ فو، شكرا لحضرتك ولمداخلتك.